اول شيء ما في عيد، هي شغله. شغله ثانيه، اي عيد واي الله فيش، الله فيش شيء، فيش مصاري، فيش شيء يا خي، ما في شيء بالحياه. لا قادرين ننزل بحور، لا قادرين ننزل مسابح، لا قادرين نعمل شيء بهالحياه. بنزين ما في، مصاري بالبنوك محجوزين، كل شيء. الله يعين. هيدا الاشتراك. ما اكلتوا مع مول؟ قبل العيد اللي مضى مثلا كنا اقل بنطلع على الضيعه، بتقدر تطلع على الضيعه، ميسر امور الضيعه، بتروح على مدينه الملاهي بتلعب الاولاد بمدينه الملاهي، طبعا بتنزل بتروح على المطعم بتجيب سندويشات للاولاد بتطعميهم او بتنزلهم على النهر او على البحر. كانت الامور كثير متاحه ميسره، بس هلا انه كيف الواحد بس ما بده يطلع على الضيعه بده تنكي بنزين. عندي 3 اولاد ما في اجيب لهم شيء، يعني ما في اجيب لهم شيء نهائيا، لا بدك تجيب لهم لا بنبون لا تجيب لهم شغله، ما فيك تجيب لهم، ما في، بدك تشتغل بدك تعيش، ما في شغل ما في تعيش. يعني هاي المعيشه صارت صعبه على امه كليته والانسان كليته مر عليه، يعني الظروف هاي وصحته وبالدنيا الانسان هم من كل شيء. يعني نقول احنا الحمد لله عم نصحى ونمشي وناكل ونشرب هم من كل شيء.